معي من عمان أسامة طريفي، مدير العمليات الجوية بمركز طقس العرب. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أسامة. لنبدأ بالإمارات، لأي درجة هناك إمكانية بأن يصل إليها الإعصار؟ يعني التأهب واضح وفي تحذير بشكل عام، ودبي بشكل خاص. نعم، يعني مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمتابعين الكرام. حقيقة يعني دولة الإمارات نوعا ما بعيدة عن تأثير الإعصار. الإعصار يعني سيؤثر بشكل مباشر على المنطقة الحدودية ما بين سلطنة عمان واليمن، ثم يتجه إلى أجزاء من الجنوب المملكة العربية السعودية، أجزاء من الربع الخالي، بعيدا عن دولة الإمارات. فأعتقد لا داعي من الخوف يعني من تبعات الإعصار من حيث تأثيره على دولة الإمارات. دولة الإمارات بعيدة عن مسار هذا الإعصار أو حتى تأثيرات أو تبعات هذا الإعصار بشكل عام. بس في تبعات معينة الطقس، لا الأكيد أنه رح يتغير اليوم بالإمارات. صحيح، يعني هو بشكل عام يعني كاقتراب هذا الإعصار من سلطنة عمان ممكن يعني يؤدي إلى ارتفاع في نسب الرطوبة في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، أيضا قد يؤدي إلى تشكل بعض السحب الركامية الرعدية، لكن مش بتأثير الإعصار المتوقع على سلطنة عمان، تأثيرات جدا محدودة. كإعصار لن يصل إلى عمان، ربما التأثيرات من هذا الإعصار قد تصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أها بالضبط. طيب عمان ما المتوقع؟ متى القوة التي سيصل بها؟ صحيح، نعم، يعني حاليا هو يتواجد الإعصار على بعد 400 كيلومتر من الأراضي العمانية بتصنيف كإعصار درجة أولى. أشد أنواع الإعصار هي إعصار من درجة الخامسة، يعني كلما زاد درجة التصنيف فيعتبر الإعصار أشد قوة. حاليا هو درجة أولى، يتوقع مع ساعة مساء اليوم أن يقترب بشكل أكثر إلى السواحل العمانية مع تطوره إلى إعصار من الدرجة الثانية، وتبدأ الأمطار والرياح الشديدة بشكل تدريجي على تلك المناطق. مع ساعات عصر ومساء يوم السبت يتراجع تأثير الإعصار إلى إعصار درجة أولى، ثم يبدأ بالتأثير المباشر، يعني عين الإعصار تدخل بشكل مباشر إلى الأراضي العمانية تحديدا بمحافظة صلالة. من تلك المناطق سيؤثر الإعصار بشكل مباشر، جالبا معه كميات كبيرة جدا من الأمطار والرياح الشديدة التي تتجاوز 250 كيلومتر بالساعة، بالإضافة إلى الأمواج العاتية التي قد يزيد ارتفاع الأمواج عن 10 متر. الأمطار المتوقع هطولها يوم الأمس في أجزاء من سلطنة عمان واليمن تعادل ما يخطر على العاصمة الرياض خلال 4 سنوات، وأيضا ما يخطر على العاصمة عمان خلال عام كامل، وما يخطر في أجزاء واسعة من دول الخليج خلال 5 أو 6 سنوات. وبالتالي يعني كميات أمطار جدا كبيرة. مسار الإعصار يبدو أنه سيكون في المنطقة الحدودية ما بين سلطنة عمان واليمن. ولماذا تتوقع أن يصل لدرجة الثانية عندما يصل إلى عمان؟ حقيقة هو قبل الوصول إلى عمان سيصل درجة ثانية بحسب القراءات الحالية. هناك يعني مؤشرات تطور الإعصار إلى درجة ثانية الليلة مع وجود مع اقترابه أكثر باتجاه تلك المناطق، لكن يعني الأمر المرجح أنه دخوله إلى اليابسة سيكون كإعصار درجة أولى وليس درجة ثانية. لكن يعني إعصار في أي درجة هو إعصار يعتبر خطير، يحتاج الاستعداد، يترافق بفيضانات، فيجب الانتباه على كل الأحوال. القتلى أصلا يعني بسقطرة. نعم، يعني ايضا هو تاثيره كان على سقطرة خلال الساعات القليله القادمه. هناك يعني حسب ما هو وارد من سقطرة مشاكل كبيره في تلك المناطق. نتمنى حقيقه السلام للاخوه في سلطنه عمان واليمن. هو يعني يتحرك الى داخل الاراضي العمانيه، ثم يعني يبدا يعني الضعف التدريجي عند دخوله الى اليابسه، ويتحول الى منخفض استوائي او عاصفه استوائيه، ثم الى منخفض جوي، ويؤثر على المناطق الجنوبيه. نعم، المناطق الجنوبيه. طيب، في المملكة العربية السعودية. أنا أشكرك جزيلا. من عمان أسامة طريفي، مدير العمليات الجوية بمركز طقس العرب، شكرا.